اهلا وسهلا بحضراتكم. يعني بقلب كده شويه احيانا في المواقع، بحب اعرف برضو ايه الدنيا بتبقى عامله ازاي، فلقيت تقرير لطيف جدا، تقرير بيتكلم عن مبيعات الكتب في العالم، ايه اكتر مبيعات للكتب في العالم بقالها سنتين. طبعا احنا من كورونا للازمات للركود الاقتصادي الموجود في العالم، فبيعملوا كده حصاد بيشوفوا يا ترى الناس بتشتري ايه وبتقرا ايه، فلقوا ان الناس بتشتري الكتب المساعده. يعني ايه المساعده؟ اسمها كتب يعني السيلف هيلب، اللي بتساعدك في الحياه، زي بقى يقعد يقول لك انت المفروض تتصرف ازاي، علاقتك بالناس، علاقتك بالاشياء، علاقتك بالطاقه، تعمل ايه. هي مش حكايات ولكنها امثله كلنا عايشين فيها، فبتحس ان الكتاب ده صديق، يعني يفضل موجود جنبك ترجع له كل شويه وتاخد منه ملاحظات كتير، ويشحنك بالطاقه، ويفكرك بحاجات كتير جدا ممكن تعملها، يفكرك مثلا بانه النجاح أو إنك تعدي المصاعب لازم توصل، بس لازم تكون قد المصاعب، ويخليك كمان يقولك لو أنت عايز تحقق مجموعة من الأحلام لازم تكتبها على ورقة كل يوم، وتكتب الورقة بتاعتك دي، بس مش تكتب الورقة وتنام على الكنبة، لا، تكتب الورقة ويبقى بتحاول تحققها بنشاطك، بعلمك، بمذاكرتك. يكتب لك كمان إنه الأزمات ما بتعديش إلا لو أنت كمان بتشتغل على نفسك. فلقوا إنه الناس في العالم بتبحث في الكتب دي لأن هي الصديق، هي المساعد، وهي اللي ممكن تشحنه وتخليه أحسن. فسألوا كمان خبراء يعني في علم الاجتماع وقالوا لهم يا ترى الكتب دي فعلا بتساعد الناس؟ فقالوا آه فعلا بتساعد الناس، لأنه أنت بعد ما بتقرأ الكتاب بتشحن نفسك بطاقة إيجابية، فلما يبقى عندك طاقة إيجابية تتحمل بقى أي شيء، تتحمل أزمات، تتحمل حاجات يعني فيها شحن للإرادة بتاعتك، فبالتالي لازم هي تحقق أعلى مبيعات. ده بيخلينا كلنا نقول طيب إحنا يعني ممكن نقرأ طبعا في الحاجات دي طول الوقت، لكن الأهم إنه شحن الإرادة بتاعتنا بإنك تقول إنها هتعدي، وإنه حياتنا كلها كل يوم، مش إحنا بس، إحنا والعالم كله بنتشارك حياة ممكن تكون مش سهلة في كل حاجة، يعني بنتعلم، عندنا مشاكل، عندنا حياة عايزين نعيشها أفضل. فإزاي تتغلب على ده؟ بإنك تقوي إرادتك قد ما تقدر، هو ده الحال علشان تقدر تستقبل الحياة كل يوم بشكلها وتكون أنت قدها، لأن أنت لو مش قد الحياة هناخد كده على جنب، لا خلينا قدها. تعالوا نبدأ بقى أخبارنا النهاردة في التاسعة، ونقول نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء، وهذه الأنباء بتزعم تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامنا مع تنفيذ خطة لتطويرها. الحقيقة حاجة غريبة جدا، يعني هذه الحديقة الجميلة، التاريخ، يعني مكانها والمجهود اللي بذل فيها قديما، وإن شاء الله أنا يعني شايفة إنه هذه الحديقة بجد إنها تعود، وإن إحنا يرجعوا الأطفال والأسرة والعائلات يروحوها، أعتقد هتبقى حاجة مبهرة وتليق بتاريخ حديقة الحيوان المصرية اللي معروفة مش بس في العالم، معروفة كمان في الوطن العربي كله. نفت أيضا وزارة الزراعة تلك الأنباء الخاصة بقى بتجريف الأشجار، نفت كمان مؤكدة أن حديقة الحيوان ذات طبيعة خاصة ولا يمكن المساس بها أو قطع أي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بها، لافتة أنه سيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة تقدمها بشكل جديد كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تقدم الحقيقة متنفس للمواطنين، لتكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية دون أي خطورة على الزائرين، إلى جانب ربطها أيضا بحديقة الأورمان، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية. هنا أنا عايزة أقول لكم حاجة بديعة، لو تتخيلوا كده لما هتبقى حديقة الحيوان وحديقة الأورمان، الأورمان اللي بنروح بنشوف فيها معرض النباتات والزهور، والأورمان الحديقة حديقة كبيرة جدا، والحقيقة هي طبعا بالقربة أو ممكن يكونوا يعني بيتشاركوا بعض الأسوار مع بعض، أعتقد هتبقى الحقيقة بقعة خضراء في منطقة الجيزة هتبقى بديعة. فخلينا كده نتفائل، ساعات في ناس كده توقف المراكب السايرة، يعني يبقى في حاجة حلوة بتتعمل فلازم التشكيك، التشكيك ده بيترد عليه على طول بكلام علمي وكلام موثوق فيه طول الوقت.
هكمل معاكم التاسعة، عندنا أخبار كتير، منها فنية ومنها أخبار اجتماعية، في انتظاركم بإذن الله. فاصل قصير ونتواصل معكم في التاسعة. خلونا نرجع نكمل معاكم تاني فقراتنا المختلفة. بنحب برضو نديكم بعض الأخبار كده اللي ممكن أساساً بتفيد الناس. ناس كتير بتهتم بوجود مكاتب الشهر العقاري علشان طبعاً خدماتهم وتوثيق الأوراق وما شابه ذلك. الحقيقة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق شهدت تطوير كبير جداً، احنا لمسناه كلنا من خلال بقى ايه نظم الرقمنة او حتى التحديث اللي موجود اللي شهدته المكاتب نفسها. مش بس كده، كمان يعني من فترة بدأت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالعمل على الفترات المسائية المختلفة. الجديد كمان أن المستشار عمر مروان وزير العدل قرر زيادة عدد فروع التوثيق التي تعمل بالفترة المسائية، وده طبعا يعني هيبقى فيها إتاحة أكبر للناس أنها تروح، واللي مثلا عنده ظروف عمل في الصبح مش هيقدر يروح فيبقى عنده يقدر يتردد عليها في المساء، أو ينهي أي أوراق هو عايزها في فترة المساء فيبقى في فرص للجميع. وطبعا الفترات المسائية هتكون متاحة في عدد 17 فرع توثيق موزعة على 11 محافظة عشان يكون إجمالي عدد الفروع اللي بتعمل خلال الفترة المسائية 82 فرع توثيق. والتوثيق طبعا بيسهل على المواطنين، يعني ما يبقاش في زحام ولا في تكدس ويقدر ينجز. أحيانا كمان أنت لما بتدخل كمان الشهر العقاري يعني مش بتبقى مثلا معك توكيل أو عايز تعرف بعض المعلومات أو عايز تتأكد كمان أن الأوراق اللي معاك سليمة تمام وجاهزة، فبيبقى عندك فرصة كمان أن أنت تاخد وتدي. فإذا وجود الفترات دي كمان بيدي كمان العاملين في مكاتب التوثيق بالوقت، يعني بيمنحهم الوقت لأن المسألة هتبقى زي فيها شفتات فيقدروا يقوموا بالخدمة على أكمل وجه. والحقيقة إحنا بقى عندنا في الشهر العقاري والأوراق ما بقاش عندك مشكلة، يعني أنت في وقت ضيق جدا ممكن تنجز أعمالك، ودي من الحاجات الحقيقة اللي كلنا بنلمسها. تعالوا نروح لمزيد من التفصيل حقيقة عن هذا الموضوع. دكتور ضيف النجار رئيس نادي الشهر العقاري، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. يعني خليني كده أعرف إنه الفترات المسائية زي ما قلنا هتكون متاحة في 11 محافظة، وطبعا الفروع هتبقى سهل، يعني اللي عايز يروح فترة مسائية هيسأل في المحافظة بتاعته عن الفرع المتاح، الكلام ده مظبوط؟ تمام يا فندم، وبالفعل تم الإعلان عن جميع الفروع اللي تعمل بالفترة المسائية الثالثة لخدمة جميع المواطنين، وده يعد تحدي، يعني تحدي مهم ومتوازي مع الزيادة السكانية الكبيرة اللي حصلت في الفترة الأخيرة، اللي بيها كان لازم يتم فتح فروع جديدة للشهر العقاري وتوجيه سعادة الرئيس بتذليل خدمة الشهر العقاري ومتابعة لحظية طيلة الوقت من معالي وزير العدل لهذا الشأن طبعا. تمام، أنا الخدمة أصبحت موفرة جدا. يعني أنا عارفة كمان إن أنتوا بتقدموا خدمات كمان مهمة لكبار السن، اللي بيروحوا يعملوا توكيل، اللي ما بيقدرش حتى يدخل لغاية الشهر العقاري، أنا شفت هذا المشهد الحقيقة، بتخرجوا يعني لحد اللي هو موجود بره المكتب مش قادر يدخل، فبرضه كلمنا عن الخدمات الكتيرة اللي موجودة دلوقتي المتاحة يعني. شوف يا فندم، هي جملة الشهر العقاري في حد ذاتها دايماً ما تساوي هيبة لاسم الوصف لصدر عنها. الشهر العقاري ده متعلق اللي بمجرد ما حد بيلحظ عليها ختم الشهر العقاري بيحس بالاطمئنان والثقه الكبير. صحيح. كان الاول في وسيله وحيده فقط للحصول على خدمات الشهر العقاري ان المواطن ايا كانت ظروفه يتوجه لمكاتب الشهر العقاري بنفسه وينتظر في طوابير طويله جدا او ساعات عمل ضخمه جدا مع دفاتر من القرن الماضي. تمام. النهارده بعد التوجيه من سيادة الرئيس والتوجيه من معالي الوزير بهذا الشأن، حصل طفرة كبيرة جدا في البنية التحتية والتكنولوجية وكمان الموارد البشرية في الشهر العقاري. الطفرة دي تحقق عنها ايه؟ ان خدمة الرقمنة والتحول الرقمي وان تقديم الخدمة بأربع خمس ست سبع وسائل جديدة، ف
خلت ان المواطن قدامه وسائل للحصول على الخدمه بشكل ميسر وهو في منزله يقدم عليها ويروح يوقع ويمشي فقط، زي انه ممكن يروح يتقدم للخدمه على بوابه مصر الرقميه، على تطبيق ارغب في عمل توكيل، في السيارات المتنقله. يعني معالي الوزير اطلق خدمه السيارات المتنقله منذ فتره طويله ونجحت نجاح كبير جدا، سياره مجهزه باحدث الوسائل التكنولوجيه، هي مكتب شهر عقاري متنقل بالكامل. تمام، وتقدر بالذات توصل للاماكن الصعبه، يعني اللي هي الناس مش هيبقى متوفر فيها المكتب بشكل كبير. بضغط الجمهوريه، كل محافظات الجمهوريه النهارده حضرتك بتستبدلي الوسيله الوحيده او الواحده اللي كانت للحصول على الخدمه في الشهر العقاري لاربع وسائل او خمسه او سته، تؤدي هذه الوسائل وتشعبها ان القضاء تماما على ظاهره الطوابير اللي كانت مرتبطه ارتباط كامل بمصلحه الشهر العقاري. تمام. وبالتالي الامر اختلف تماما، حتى في مجال تسجيل الملكيات وصدور قانون 9 لسنه 2022 اللي جعل فتره 37 يوم كافيه لتسجيل العقار، يعني بعدها اصبحت خمس سنوات. وبالتالي الامر يعني دايما بنقول ان 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 النجاح في الشهر العقاري او النجاح في تطويره لم يعد يحتاج لما نتحدث عنه، يعني المواطن اصبح يلحظه، حضرتك ممكن تلحظيه عند الذهاب في امور كده. انا كمان شايفه كمان دكتور ضيف، شايفه كمان يعني اتاحه الشهر العقاري في النوادي الكبيره كمان بيخفف عبء على المحافظات اللي موجود فيها، يعني كمان بالاعداد اللي موجوده في النوادي الكبيره فانت بتخفف عبء، وبالتالي ايضا بتقدر تقدم في المكاتب الاخرى اللي موجوده في الاحياء خارج النوادي نفس الخدمه، فبرضه فيها تخفيف. هل هي النوادي اللي بتطلب ولا يعني الشهر العقاري بيطلب التواجد؟ يعني بتبدا منين الخدمه؟ شوف يا فندم، هو تيسير الخدمه في حد ذاته دايما مرهون او مرتبط بشكل متواجد في ان كل المكاتب تبقى منتشره في اغلب الاماكن او الاماكن اللي فيها قطاع. ومش هننسى ان احنا كان مثلا عدد سكان مصر في الفتره القريبه 70 80 مليون، النهارده تخطينا حاجز ال 100 بجانب اللاجئين بجانب الاجانب. صحيح. وما ننساش ان الشهر العقاري بيقدم خدمات، بيقدم خدمات طبعا طبعا طبعا، يعني الاخوه العرب الاشقاء العرب والاجانب ما بيقدمهاش فقط. طبعا طبعا، مكتب تسجيلي اصلا في مصر، يعني ده اكيد بالضبط. نتمنى هو منتشر طبعا الحمد لله دلوقتي انتشار كبير جدا، يعني اكيد نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى دايما انه الخدمات بجد تبقى فيها انجاز لكل المواطنين بشكل كبير. بشكرك جدا دكتور ضيف النجار رئيس نادي الشهر العقاري. طيب تعالوا بقى نروح كده لموضوع، الموضوع ده الحقيقه احنا كمصريين ما اعرفش يعني هو مرتبط بينا بشكل كبير، يعني حكايه الامثال الشعبيه، يعني كتير قوي ما تقدرش تقول مثلا اهالينا او الجدود او الدراما او الاغاني او الناس في الشارع، لا انت هتحس كده انه يعني، وفي ناس غاوية، يعني في ناس كلامهم العادي كله منطبق، يقولك ما هو المثل بيقول كذا، ما هو زي ما قال في المثل، يعني دي حكايات يمكن اتربينا عليها بشكل كبير، موجودة في الثقافة الشعبية المصرية بشكل حلو، دمها خفيف. كتاب السيناريو والدراما كمان استغلوها جدا، فقاموا كمان ان هم شهروا عدد كبير جدا من الامثال، في مثلا فنانين زي ماري منيب دي في كل يعني افلامها هتلاقيها استخدمت امثال كتيره جدا، فهتلاقي ان الدراما والافلام والمسلسلات كانت كمان بالنسبه لها الامثال الشعبيه ماده خصبه، اولا فيها حكايه، فيها عادات وتقاليد، وفيها برضو تقدر تقول المثل كانه بتعلم اللي قدامك منه، تتعلم منه حكمه، فانا مش عارفه هي كانت حكمه واتقلبت لامثال، ولا هي امثال اخذنا منها الحكمه، ولا الحكايه ايه؟ في حاجه حلوه دايما نقول يعني احنا كمان حتى كمصريين اما نقول ايه يعني خيرها في غيرها، فتقول ايه خيرها في غيرها، وانت لو قلت خيرها في غيرها يعني حاجه انا عملتها وربنا ما ايه ما كرمنيش فان شاء الله غيرها. مثلا بما ان احنا في الشتاء وفي طوبه يخلي الصبيه كركوبه، يعني لانه الصبيه طبعا هتحط عليها بطاطين وتبقى زي الكركوبه كده وتبقى يعني بردانه جدا، يعني كلها امثله يعني. ومش عارفه في برمنجهات روح الغيط وهات، وامثال وعادات وتقاليد ومعلومات كمان.
فخلينا نقول ايه هصححه، يعني بيقولوا لي لا طيب انا برمهات روح الغيط وهات، فمعناه ان الربيع جه بقى والزرع وكده، فحاجات كتير جدا احنا بنقولها الحقيقه في الامثال، وفي ناس بقى وكتب متخصصه في الامثال، هي ثقافه مصريه بحته. صحيح في العالم على فكره بيستخدموها، يعني الثقافه الفرنسيه مثلا عندها امثال كتير، بس مش بالعاميه زينا، يعني مش زي المصريين. الانجليز عندهم بيستخدموا ايضا بعض الحاجات كده، طلعنا عندهم برضو حاجات كتير بيستخدموها، بس احنا المصريين تلاقيها كده جزء من الطقوس بتاعتنا. فخلينا كده نعرف يا ترى يعني في الادب العربي حكايتها ايه بالظبط. خلينا ناخد الاجابه من دكتور خطري عرابي استاذ الادب العربي. مساء الخير يا دكتور. يا اهلا وسهلا، مساء النور. يعني حضرتك استاذ الادب العربي والدراسات الشعبيه بكليه الاداب جامعه القاهره. خليني انا عايزه اعرف البدايه جت منين، يعني الزخم الكبير اللي موجود لامثالنا الشعبيه ده كان اصله حياتنا ولا اصله الادب ولا الحكايه بدات ازاي؟ اولا الامثال الشعبيه هي خبره الشعوب، فهي تجارب انسانيه على اتساعها بتكثف الموقف وتكثف التجربه، ثم تطلق عبارة معينة، هذه العبارة هي التي تخلد وتضرب في مواقف مشابهة أخرى لهذا الموقف الذي صيغت فيه والذي يسمى مورد المثل. يبقى إذن المثل عبارة موجزة بليغة تطلق في نهاية موقف. تمام. هذه العبارة الصغيرة هي التي تعبر عن هذا الموقف برمته وتضرب مرات عديدة في مواقف مشابهة. تمام. طيب خليني يعني حضرتك قول لنا أكثر الأمثال أو الثقافات الشعبية أو أكثر الأوقات زمنا كان فيها يعني تأثير كبير جدا على العامة من هذه الأمثال. أولا لا نستطيع أن نحدد وقتا بعينه، إنما حاليا في الوقت الحالي نظرا للسوشيال ميديا والتحضر الموجود، الامثال بناخذ الامثال القديمه معظمها من الامثال القديمه، لان التجارب الانسانيه التي مرت عبر العصور يعني لم تترك موقفا بعينه الا وعبرت عنه. وحضرتك يعني تكلمتي عن الأمثال الشعبية المصرية، طوبة وكياك وبرمهات، وأنا في الحقيقة بصفتي متخصص لا أرى أن هذه أمثالا، إنما هي أقوال مأثورة مرتبطة بالنظام الزراعي عند المصريين القدماء. تمام. وهي من صحيح. أيام الفراعنة. صحيح. يعني عندما وضع الفراعنة التقويم الشمسي 12 شهر وفيه بعض الأيام القصيرة اللي هي أيام النسي، وتوارث المصريون هذه الشهور، وهي مرتبطة في الغالب إما بالآلهة المصرية وإما بالأعياد المصرية القديمة. تمام. ما هل هنا كانت هي بشكل تعليمي ابسط، لانه مثلا لما انت تقول ايه البرد طوبه يخلي الصبيه كركوبه، يعني هنا انا عايزه اقول انه الناس في عز البرد بيخلي حتى الصبيه الصغيره من يعني مش قادره تستحمل البرد، فهي فيها معلومه تعليميه يعني كانت مبنيه احيانا على انها نقل الحاجات اللي كانت خاصه بقى بالتقويم ده. نعم نعم نعم. يعني نحن نسميها بالمعارف الشعبية، وهي فعلا معارف شعبية لأنها مرتبطة بالنظام الزراعي أو بالبرد في المواقف المختلفة. طيب يعني مثلا فضل. تبدأ هذه الشهور بشهر توت. صحيح. وتوت هذا اروي الأرض ولا تفوت. أيوة. بمعنى إن اروي الأرض وما تفوتش عليه. ليس في الوقت الحالي، من أيام الفيضان
على الرغم من أن الفيضان بدأ ينحسر لكن الحق اروي الأرض وما تفوتهاش. نيجي للشهر الذي بعد توت هو بابة. وبابة إن صح زرع ما احنا روينا اللي دي أقوال أسورة وأمشير أبو الزعبيب. أبو الزعبيب هاتور هاتور أبو الذهب المنثور أو الذهب المنثور اللي هو يقصد به زراعة القمح. صحيح. يعني توقيت ومعلومة. أيوة. الأمشير أبو الزعبيب اللي فيه العواصف برمهات برمهات روح يعني الغيط وهات. هيكون ده في مارس يعني اصرح. أيوة. الغيط وهات من الفولات لكل هذه الأشياء لأن الزرع ينضج في هذه الفترة. برمودة دق الزرع بعمودة يعني إشارة إلى موسم الحصاد. يبقى هنا كلها أيوة. يعني مرتبطة بالنظام الزراعي وبشمس. بعد برمودة بيكنس الأرض كامل. إحنا دلوقتي حصدنا الحصاد فالأرض يعني لا يوجد فيها شيء من هذا. يعني إذن هي كأنها تسلسل. نأتي لبقونة تنشف المية في المعونة. يعني دلالة على شدة الحر وهو الحد الحر القارس الذي لا يوجد فيه طب. وهكذا إلى أن تنتهي بشهر. بالضبط. يعني إذن خلينا مرتبطة بالأعياد أعياد المصريين القدماء وإما أن تكون مرتبطة بأسماء الآلهة. لكن دعيني يعني أبين لك الفرق بين المثل هنا والكلام المأثور. هذا كلام مأثور معارف شعبية عن الأوقات وعن مواسم الزراعة وعن مواسم الحصاد ولا يمكن أن أطلق عليها مثلا على الرغم من أن كل من كتب فيها ذكر أن هذه أمثال. أنها يعني أمثال. طب يعني أنت هنا حضرتك حتى المتخصص. طيب أستأذنك هنا دكتور يعني دكتور خطري حضرتك هنا. دكتور خطري حضرتك سمعني. إيجيبتولوجي. حضرتك سمعني. كلهم تكلموا عن أن هذه أمثال شعبية وهي هنا أقوال مأثورة. مرتبطة بالمعارف الشعبية وليست أمثالا شعبية لأن المثل الشعبي دائما ما يبرأ يذكرنا بالمحسوس أو ينتقل من المحسوس إلى المعنوي. دعيني أوضح ذلك بمثال. يعني لما نقول اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى. صحيح. لو أنا خدت هذا الموقف على حقيقته في البداية ومن لا يستطيع النظر من فتحات الغربال الصغيرة يكون أعمى أو لا يستطيع الإبصار. صح. لكن هذا ينقلنا في المضرب المثل عندما أضربه أن الذي لا يستطيع أن يعرف بواطن الأمور فهو أعمى. لا يعرف ماذا يدور بخلد هذا الرجل أو هذا الموقف يكون أعمى. أكيد. دكتور خطري عرابي أستاذ الأدب العربي والدراسات الشعبية بأداب القاهرة. الحقيقة أنا بشكرك شكرا جزيلا حضرتك وضحتنا. وأنا بحقيقة يعني الأمثال أصلها يعني إيه كتيرة جدا. لكن واضح طبعا أنه في معلومات زي ما قلنا النظام الزراعي اللي مرتبط بالجدول الزراعي وبالتوقيت من أيام الفراعنة وحتى كمان مزارعينا بشكل كبير حافظينه لأنه ده توارث جيل عن جيل. هتلاقي يعني جد عن جد وأب عن أب ويعني فطبعا بيتوارثوا نفس إيه المعلومات كلها بالذات في نظام الزراعة. أما الأمثال بقى الشعبية الخاصة الاجتماعية فهتلاقيها دايما كانت على لسان البيوت والناس بتستخدمها فشوية يقولك ده مثل وشوية حكمة لكن أكيد كله في الآخر بيبقى فيه خبرات على معلومات على بعض العادات والتقاليد اللي بتبقى
موجودة. وإحنا في مصر الحقيقة زي ما قلت في البداية، زي ما عندنا معلومات وعادات وتقاليد، لكن كمان عندنا خفة دمنا بقى المصريين، فهتلاقي الأمثال دي موجودة في حياتنا طول النهار، يعني كل حد بيقولها بشكل كبير. هناخد فاصل صغير ونعود ونستكمل معكم باقي فقراتنا في التاسعة ليوم الخميس. أرجوكم ابقوا معنا. اهلا اهلا وسهلا بيكم. تعالوا كده شويه كوره بقى، يعني شويه كوره مهمه بتتكلموا فيها كتير، وطبعا رجعنا كويس برضو بعد كاس العالم، رجعنا تاني الى الكوره بتاعتنا والى فرقنا والى موضوعاتنا وقصص اللعيبه، وده عمل ايه وده راح فين وده طلع بونت وده نزل بونت والقصص بتاعت الكوره. طيب الوسط الكروي كله اليومين اللي فاتوا بيتكلم عن ايه؟ عن حقيقه رجوع محمود كهربا لاعب الاهلي للملاعب بعد انتهاء فتره الايقاف. وزي ما كنا عارفين انه المحكمه الرياضيه الدوليه والفيفا غرموا اللاعب 2 مليون دولار لصالح الزمالك على غرار قضيه هروبه من نادي الزمالك وانتقاله لاحد الانديه البرتغاليه، وده قبل طبعا ما يروح الاهلي. يا ترى كهربا هيرجع يلعب؟ ولا لوائح الفيفا هتقول ايه؟ ايه اللي هيحصل بالظبط؟ الحديث الكروي الدائر سواء في الاوساط الكرويه او على لسان كل الجماهير واللي بيتابعوا كره القدم. مداخله كده خلينا نشوف مع يعني خليني نشوف مع استاذ محمد بيومي خير اللوائح من الاتحاد الدولي لكره القدم بتقول ايه. مساء الخير استاذ محمد. مساء النور. يعني تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. اهلا بيك. طيب دلوقتي عايزين نعرف بقى يعني من البدايه، كهربا راجع ولا مش راجع؟ قولا واحدا، كهربا لن يمارس كرة القدم. أيوة. حتى يدفع كامل المبلغ زائد الفوائد. ال 2 مليون والفوائد عليهم. لن يمارس كرة القدم مطلقا. لأن اللوائح نصت قالت اللاعب موقوف انطل حتى يدفع كامل المبلغ بالفوائد. يعني بنتكلم تقريبا في 70 مليون جنيه مصري تقريبا. يعني انا اعرف ان الانترنت الفايده وصلت تقريبا لحوالي 400 الف دولار، لان الموضوع من سنتين ونص. تمام؟ لكن انا عاوز اوضح جزئيه مهمه للساده المشاهدين. الاجراءات لما يتم اصدار حكم من محكمه التحكيم الرياضي، وده يبقى حكم نهائي خلاص. هذا هو الاستئناف الاخير في قضايا كره القدم. طب استاذ محمد، اتقال بما انه الست شهور انتهوا انه يقدر يرجع يلعب تاني، هل ده هيمدوه بقى؟ هيحصل مد بقى ولا ايه؟ لا، بتتجدد الفتره فوريفر للابد. تمام. يعني كهربا موقوف الى الابد حتى يتم دفع المبلغ زائد الفوائد. هنا بعدها يقدر يمارس كرة القدم. طب لو انا خليني اقول لحضرتك الاجراءات، لان دي جزئيه مهمه كتير من الناس اللي بيتكلموا وبيفتم ما يعرفهاش. طب انا ممكن اقول لحضرتك حاجه قبل الاجراءات؟ لو قرر كده كهربا بكره يقول لك انا هعتزل اللعب، الزمالك ياخد حقه ازاي؟ من الاهلي. من النادي. من الاهلي. من النادي الاهلي. ازاي؟ اللوائح قالت ايه؟ الماده 18 مقرر فقره 5 قالت يصبح اللاعب وناديه مسؤوليه كامله عن اي التزامات ماليه قد تطرا نتيجه عمليه انتقال اللاعب. النهارده الاهلي لما خد كهربا من نادي قفش البرتغالي، مش كان يعلم ان هذا اللاعب عليه نزاع في عمليه انتقاله ولا ما يعرفش؟ يعرف. اذا فالنادي الاهلي مسؤول، واللوائح قالت اللاعب وناديه. يعني نفترض مثلا كهربا ده بكره اتنقل نادي تاني. النادي الحالي بتاعه، يعني لو اتنقل نادي تاني يصبح النادي ده هو المسؤول عن هذه المبالغ الماليه. فاذا اعتذر اللاعب
النادي مسؤول عن دفع الغرامه. تمام. لان انت قبل ما تجيب لاعب، فاذا يعني كده القضيه بقت معقده واكثر تعقيد، يعني الدفع يدفع ولا معقده ولا حاجه خالص، ده من ابسط ما يمكن. هي في كلمه واحده قلتها لحضرتك، الدفع هيدفع يلعب، ادفع تلعب. ما دفعتش مش هتلعب، اعتزلت الاهلي هيدفع. طب سؤال تاني بقى، يعني من يعني طبعا. خليني اقول لحضرتك، انا ما دفعتش وما بلعبش، الوضع ايه؟ وما اعتزلتش، افضل بقى الى 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 امتى يعني الوضع يمتد الى امتى؟ الفيفا اصدر قرار ان كهربا موقوف للابد، فيفضل للابد عليه الفلوس دي، وتفضل ما يلعبش والعداد يعد. طب جه اعتزل، الاهلي هيدفع حق الفيفا، ما بيروحش، ويفضل العداد يعد، ويفضل العداد يعد على اللاعب وعلى النادي الاهلي. طيب، الى ان ياتي اي جديد. انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمد بيومي، خبير اللوائح بالاتحاد الدولي لكره القدم. يعني الدنيا واضحه جدا، يعني لوائح وقوانين ويتم تطبيقها، والى ان يجد جديد في هذه القضيه. اذا كهربا موجود ولكن مش هيقدر يلعب زي ما انتم سمعتوا. خليني اروح ل يعني لسعيد مصر الجميل، يعني السعيد الجميل، نروح لسوهاج. ولسه الواحد فاكر الحقيقه يعني هذا اليوم البديع اللي كان فيه افتتاح لسوهاج الجديده، والمشاريع والناس والبهجه اللي كانت موجوده. وزي فاكرين مقدمتي في الاول وانا بقول لكم البهجه طاقه، والطاقة لما بتبقى موجودة عند ناس عندهم بهجة حقيقية، وعندهم إحساس إنه في اهتمام بالمحافظة بتاعتهم وبالقرى اللي بيتم يعني تطويرها بشكل كبير، بتبقى عدوى. صحيح إحنا أنا مش من الصعيد، ولكن لمجرد إن أنت تتابع وتحس إن الصعيد ده جزء منك وأنت جزء منه، وتبقى سعيد إنه في مكان بيتم تطويره بالشكل ده. الأسبوع اللي فات في هذه الاحتفالية الكبيرة العظيمة، زي ما كان في تطوير لأماكن، كان في كمان في الاحتفالية تكريم لعناصر ورموز موجودة. وكان الحقيقة يعني كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الفعاليات وأثناء زيارته لمحافظة سوهاج عدة أسماء ورموز بالمحافظة. كان من بينهم جابر رفاعي ابن محافظة سوهاج. حكاية جابر إيه؟ حكاية جابر إنه هو شهير بعنتر، يعني بباسم عنتر ده اسمه. والحقيقة يعني حكايته إيه؟ زي ما أنتم شايفين التكريم ووجوده هنا والسيد الرئيس بيكرمه، إنه وهب مجهوده وماله للمرضى بتوصيلهم يعني مجانا بسيارته. يعني كان لما يعرف إنه في حد مريض أو ناس مريضة، إنه يعني على طول ياخد المرضى بسيارته ويوصلهم للمستشفيات، ويبقى واخد باله منهم إن هم تمام دخلوا ويرجعهم. فطبعا ده مجهود، يعني مجهود إنساني، مجهود بوعي، مجهود إنه أنا مع أهلي وناسي، مجهود بإنه أنا أقدر أساعد المريض وأساعد الناس بشكل كبير. وطبعا يعني دايما هتلاقوا الانطباع واضح كمان على يعني وجه السيد الرئيس بإنه سعيد بهذه التجربة، سعيد بالقصة، لأن هي قصة إنسانية. خليني أعرف كمان تفاصيل أكتر من السيد جابر رفاعي. مساء الخير يا عم جابر. ألو. ألو، مساء الخير. مساء الجمال. يعني الحقيقة قصتك يعني هي قصة إنسانية ومش غريبة عن المصريين والصعايدة بقى والشهامة والجدعنة، فأقول لي الحكاية كده بدأت معاك إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا جابر رفاعي مع حضرتك. القصة بسيطة جدا جدا يعني بصراحة. القصة يعني حاجة إنسانية وحاجة أنا سعيد بيها ومفتخر بيها وحاجة حلوة جدا يعني عاجبانة جدا الصراحة. طب يعني أنت بقى عم جابر معروف في المنطقة بتاعتك، أنت منين في سوهاج بالظبط؟ أنا من المحافظة نفسها. من المحافظة، فأنت معروف في المنطقة بتاعتك إنه مثلا حد تعبان يكلمك عم جابر ونبي تعالى خدنا ودينا المستشفى، يعني بقت معروفة عنك الحكاية دي. المنطقة وخارج المنطقة. كمان. يعني جميع مراكز سوهاج والحمد لله معاها أرقام تليفوناتي.
هيكلموك بس في التليفون، فانت على طول تساعدهم. بكون حاضر على طول مباشره. وبقالك قد ايه بتعمل الحكايه دي؟ تقريبا سنه وثمان شهور. وانت على طول يعني بتساعد الناس طول الوقت؟ يوميا، اللهم لك الحمد والشكر، يوميا. ما برتاحش نفسيا الا لما اعمل كده. انا شايفه عربيتك اهي على الشاشه فعلا، ومكتوب عليها توصيل مرضى معهد الاورام مجانا. انت يعني بالضبط. عاملها زي كده، زي حاجه مجانيه، صدقه حلوه جاريه، حاجه لوجه الله كده جميله يعني. بالظبط، انا عامل الحاجه دي، ويعني بالبلد كده سايب ربنا يتصرف فيها براحته. ازاي براحته؟ يعني حسبها صدقه لي انا، تمام، حسبها صدقه لوالدي ووالدتي واهل بيتي، تمام، خلالي الاخره، تمام، اي حاجه يتصرف فيها ربنا راضي بيها طبعا. طب قول لي بصراحه ربنا يعني الحاجه بتعيد عليا في الدنيا، وانا حاسس ان في مخزون ليا في الاخره. انا شايفه صوره والدتك الكريمه معاك في الاحتفال، وانت وهي بتتصوروا، وهي يعني مبهوره بابنها الانسان المحترم ده، حاجه جميله برضو يعني. والله انا اولا فخور بوالدتي جدا جدا، هي اللي مشجعاني، هي اللي كل يوم قبل الجواز الكلام ده كل يوم اروح تقول لي وصلت كم واحد النهارده مريض. هي نفسها تقول لك. لما اقول لها وصلت مثلا اثنين او ثلاثه تقول لي لا زود زود. تقول لك زود. طب انا هقول لك حاجه، ما انت كمان اكيد يعني بتشتغل على العربيه بتاعتك، صح؟ بالظبط. يعني هي كمان مصدر رزقك واكل عيشك. بالظبط. ما يعني ما بتقولش، او حد يقولك يا عم ده انت كده اليوم هيقف عليك بخساره، انت كده ضيعت وقتك، يا عم اعملها مره في الاسبوع، اعملها مره للمقربين. ما انت عارف ناس كتير الحقيقه يعني بتقول الكلام، بيقولوا لك الكلام ده فعلا، كتير جدا بيقول لي كده. لكن انت ردك كتير بتركب معايا يعني تستغرب، اولا بيتصدم ان هو التوصيل مجاني. بيقول لي انت مش طبيعي، انت فيك حاجه، مش انسان طبيعي، انت مش فيك حاجه. لان بالفعل في ناس والعياذ بالله بتتاجر بالمرضى، بتتاجر بيهم قدام المستشفيات الا من رحم ربي. هي بدات معاك مثلاً ازاي؟ مثلا يعني في بلدي كده التوصيله ب 10 جنيه، لا عايز ياخد 20. طبعا ليه؟ خلي قلبك رحمه، انت في ناس. طب يعني قول لي هي بدات معاك ازاي؟ يعني ايه يعني هل انت وصلت حد في البدايه وحسيت انه ناس محتاجه والناس معهاش التوصيله فقررت ان انت تعمل ده؟ يعني بدات ازاي معاك؟ بدات معايا والدي رحمه الله عليه، كان بيغسل كلى. فكنت اشوفه الناس اللي جايه من القرى او مراكز جنبينا بتعاني من المواصلات، من التكلفه عليهم. تمام. فانا حبيت اساعد مع الناس دي. الاول جات لي الفكره للمرضى الكلى فقط. تمام حضرتك. ولما جيت في يوم من الايام رحت وصلت حد تبع الاورام، عافانا الله واياك والجميع. طبعا. فعجبني الموضوع اكتر، قلت طب ما ادخل العنصر الثاني ده المرضى الاورام ثاني. ايوه. ادخلهم مع الكلى، يبقى كلى ومرضى اورام. ايوه. تمام، دي اول حاجه. وثاني حاجه والدتي الله يديها الصحه ويبارك في عمرها يا رب. يا رب يديها الصحه. متبرعه لاختي بالكلى. ده انتوا عيله كلكم جميله. ايه العيله الجميله دي؟ متبرع على اختي بالكلى، حتى احنا يعني حاولنا احنا حد مننا يتبرع ليها رفضت. يعني انت يعني اخت يعني عليها. والدتك السيده الكريمه، خلينا يا جماعه نرجع لصوره الوالده الكريمه، والدتك السيده الكريمه دي اصلا هي كمان هي المثل الاعلى ليك. شوفوا الست المصريه الحلوه بتعمل ايه. فوالدتك الكريمه اللي موجوده في الصوره دي تبرعت لاختك بالكلى، فانتوا عيله يعني. يعني عيله يعني متبرعين لاهلكم ولناسكم ولبلدكم، حاجه جميله والله. الحمد لله، الحمد لله رب لما العالمين. لما عرفت بقى انه انت هتتكرم من السيد الرئيس. نعم. لما عرفت كده وبلغوك انه في تكريم، انت في الاحتفال هتبقى موجود وهتستلم تكريم من السيد الرئيس. والله وانا لحد الان اصلا مش مصدق الموضوع بصراحه. لحد الان حاسس ان هو حلم. كنت بتقول هنا بتقول ايه هنا للسيد الرئيس؟ لا ده موضوع شخصي، عذرا. لا يعني قصدي انت كنت سعيد من حضرتك.
كنت سعيد جدا بانه رئيس الجمهوريه يعني معاكم وبيكرمك. كان احلى يوم في حياتي اكيد لما شفت الرئيس سلمت عليه. فخامه الرئيس يعني حاجه كبيره جدا جدا بالنسبه لي. انا ماشي بقانون قائدك ومعلمك وأباك. ايوه طبعا تمام. انا الحقيقه فخوره بيك والله جدا يعني عم جابر. انت بتعمل حاجه انسانيه وعايزه منك خدمه فضل. يعني توصل تحياتي للسيدة الوالدة المحترمة اللي علمتك الإنسانية. على راسي حضرتك. كون السيدة الوالدة الكريمة المحترمة دي اللي تبرعت لبنتها ودي الأم طبعا بتعمل ده، لكن واضح إنه السيدة الوالدة الكريمة اللي أنا شايفة صورتها اللي بشكرها وبحييها على الهوى يعني بجد ست سعدية بمئة راجل وربت فعلا. راجل بجد علشان يبقى سفير كده للإنسانية. كمل يا عم جابر ونتواصل معاك دايما وانت بتقدم. أنا مكمل كل مكمل ان شاء الله لحد اخر يوم في عمري، مكمل في المسيره ان شاء الله. اكيد ربنا يديك الصحه وتفضل تقدم خير وتكون مثل حلو في محافظه سوهاج كلها وفي مصر كلها. شفتوا بلدنا حلوه ازاي؟ يعني بجد الناس اللي بتقعد تقلق وتشكك وهنعمل ايه ومش لاقيين ومش قادرين، في ناس ناسيه الحاجات دي كلها، في ناس عايزه بس تبقى ايجابيه، عايزه تساعد، عايزه تنقذ، عايزه تطبطب على غيرها، عايزه تبقى عندها انسانيه عاليه، عايزه يعني. هو اكيد لما كان بيعمل ده ولا كان في دماغه ان في يوم من الايام هيتكرم او ان حتى حد هيقول عليه كلمه، هو بيعمله. بس شوفوا الاساس جاي منين؟ من أم فاضلة ربت فأحسنت، ربت فالابن طلع على الكرم والعطاء، وده اللي دايما لازم نقوله. والست المصرية الحقيقة بتكتب كل يوم شهادة إنسانية باسمها وباسم بلدها وباسم الإنسانية كلها. الحقيقة عيلة محترمة، أنا بنقل ليهم كل التحيات والاحترام لأنه بلدنا دايما هتقدم كل حاجة حلوة. تعالوا نروح للفن. في برنامج جميل، والبرنامج ده الحقيقة العام الماضي يعني قدم تجربة حلوة، لف محافظات مصر، ومن خلال يعني هذه اللفة لف محافظات مصر عشان البحث عن مواهب أو إتاحة الفرصة للمواهب اللي موجودة بأن هي يعني تبقى تقدم مواهبها، وأنه يكون في لجنة تحكيم تختار هذه المواهب ويبقى عندها فرصة أنها ترى النور، أنه نستفيد منهم، أنه يطلعوا مواهبهم، لأن بلدنا الحقيقة ولادة. وطبعا حاجة جميلة جدا، البرنامج اسمه برنامج الدوم، وبرنامج الدوم الحقيقة قام بهذه التجربة الرائعة واللي أخرجت لينا وقدمت لينا عدد من المواهب الجميلة، سمعناهم في احتفالات وشفناهم في حاجات واحتضنتهم بشكل كبير جدا. ولأن البرنامج تجربته نجحت ولأنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ده هدف من أهدافها الحقيقة، إنها مش بس تقدم إعلام يقدر يعمل نوع من أنواع التنوير والخدمات للمشاهد والمستمع بشكل عام، ولكن كمان إنها تدي فرصة للمواطنين بالذات الشباب الموهوبة، وهي كمان تديهم فرصة وتروح لهم إلى المحافظات. ده اللي حصل، ومن اللحظات الأولى للبرنامج في الموسم الثاني، لأنه بدأ بالفعل الموسم الثاني أولى الحلقات، وطبعا بيذاع على قناة دي ام سي، وبدأ فعلا اكتشاف المواهب. والحقيقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعني بتقدم الموسم الثاني، وطبعا بيقدم الموسم الثاني الغناء والتمثيل والتقديم التلفزيوني، وإن شاء الله يكلل كمان الموسم الثاني بالنجاح زي ما حققوا الموسم الأول. خليني كده أروح مع يعني إحدى المتسابقات واللي كانت موجودة وهي بقت نجمة بقى من النجوم الموسم الأول في برنامج الدوم، هند حسام. مساء الخير يا هند. مساء الورد. مساء الفل عليك يا هند. هند أنت كنت عن أي فئة؟ أنا كنت متقدمة في فئة التمثيل. تمثيل. طيب وكانت صعبة عليكي؟ يعني كانت المسابقات صعبة أنت من أي؟ أنت من القاهرة ولا من إحدى المحافظات؟ أنا من محافظة القاهرة. تمام. ولما قدمت عن طريق أستاذ خالد جلال، أنا في الدفعة الثالثة لأستاذ خالد جلال في الإبداع الأوبرا.
لما رحت قدمت هي كانت حاجة جديدة بالنسبة لي، تجربة جديدة. طبعا فكرة ان انا اتنقل في مكان غير بيتي واقعد في مكان مقفول عليا واني اتواجد مع ناس ما اعرفهاش، ننام في نفس المكان، نتعامل، ناكل نفس الاكل، فكان الموضوع فيه ارتباط شخصي وعملي كمان. طب هي كانها ورشه كده فنيه كبيره، كانها انت بتروحي رحله والرحله دي بتنفصلي فيها عن كل حاجه وتبقي انت بس في الرحله دي. انا شايفه صورك على الهواء بالقطتين بتوعك الحلوين، فقولي لي قولي لي يا هند، التجربه اثرت عليكي حاجات يعني خلت المشوار بقى يعني حطيتك على بدايه الطريق؟ بصراحة هو أنا الحمد لله بفضل ونعمة أنا درست أدب مسرح تمثيل وإخراج 2017 متخرجة، وعملت حاجات قبل البرنامج كتير. تمام. وطبعا البرنامج بصراحة قدم لي خبرة حلوة قوي. تمام. أول حاجة فكرة الضغط النفسي إن أنا أكتشف في نفسي حاجات كموهبة جديدة حلوة، يعني مثلا أنا اكتشفت قد إيه بعرف أشتغل تحت ضغط، قد ايه بعرف اتعامل مع ممثل قدامي جديد يومين ونطلع. أيوة. عرض كواليتي بتاعته عاليه جدا وبروفيشنال. ايوه. وقد ايه من فتره للتانيه ممكن ما ننامش اصلا، ممكن ان انت لازم في الاخر يبقى شكلك حلو. فمن مرحله للتانيه للتالته كل الكومنت بيتقال من المدرب زي مبارك اللي كان بيدربنا على التمثيل، كل كومنت بيتقال انا بستفاد منه. كل حاجه وحشه بلاقيها بتسبب لي ضغط، بحس ان فيما بعد انا اتعلمت منها. ان انا ما ينفعش احط نفسي في ضغط. طب يعني بصي انا عايزه اقول لك حاجه، انت يعني مجرد وصولك للبرنامج وانك حضرتي يعني كل المراحل، انت نجحتي اصلا واستفدتي وقعدتي. اولا انه كمان لجنه التحكيم يبقى قدامك نجم كبير بقيمه وقامه حسين فهمي، شعورك طبعاً. كان عامل ازاي يعني وانت مش متخيله انك هتقفي وهم هيساعدوكي ويوجهوكي؟ ده شعور حلو جدا. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، ان تاني مرحله لما كنا دي دراما انا اخدت بوزيتيف انرجي حلوه قوي من استاذه ليلى واستاذه ليلى عمر محسن. تمام. والمخرج تامر محسن. انا بكلمك في مخرج كبير زي استاذ تامر وممثله، وانا شايفاك اهو على الشاشه يعني واضح كنت بتعملي، ده كان مشهد كوميدي وواضح القطتين وفيونكا ويعني لايت تراجيدي يعني الاثنين مع بعض. وده كان استاذ هند صبري بصراحه اشاد البنيه وعجبتني جدا، واستاذ المخرج العظيم يسر مسرور له. اكيد. عموما يا هند يعني انا متاكده ان انت ان شاء الله هنشوفك اكيد قريبا في اي عمل من الاعمال. الحمد لله بجد انا مبسوطه قوي بالتجربه دي واستفدت منها لابعد ما تتخيلي. اكيد. فالحمد لله ربنا دايما بيحطني في طرق بستفاد منها ان شاء الله. وانت بقى عليكي الاجتهاد، تجتهدي وتكملي وتنوري ان شاء الله الشاشه في اعمال قادمه باذن الله. هند حسام واحده من نجوم الموسم الاول من الدوم عن فئه التمثيل. خليني اروح بما ان احنا في التمثيل نكمل في التمثيل. تمثيل كمان صعب لان هم بيعملوا زي اوديشن وبيعملوا مواقف ويقعد يمثل، يعني حاجه مش سهله برضو قوي يعني. خليني اشوف النجم الثاني عبد الله عبد الغني وهو ايضا احد نجوم الموسم الاول من الدوم. مساء الخير يا عبد الله. مساء الفل. اخبارك الفل ايه؟ الناس الجميله كلها بتتفرج علينا. اخبارك ايه يا عبد الله؟ انا بخير الحمد لله. انت كمان من القاهره ولا من احد المحافظات؟ انا من القاهره. من القاهره. طيب كلمني عن التجربه بشكل عام، يعني كنت متخيل بقى ان انت توصل للبرنامج ويساعدك وتبقى دلوقتي بنقدمك احد نجوم الموسم الاول؟ والله هي الحمد لله الواحد من قبل البرنامج واحنا بنشتغل مسرح وبنعمل فيديو وبنعمل سينما، والحمد لله على حاجات بسيطه، بس الحمد لله كانت بتدينا ثقه. الشغل دايما بيخلي الواحد واثق من نفسه في اي تجربه بيخشها. الدوم كانت تجربه في الحياه يعني فارقه بالنسبه لاي بني ادم كان موجود جوه البرنامج. تمام. والحمد لله اكتسبت منها خبرات كتير، ازاي تشتغل تحت ضغط،
ازاي تجيب المشهد وانت في ورشه عمل وتشتغل على نفسك مع المدرب وتشتغل على نفسك مع نفسك. اوقات كتير ما كناش بننام عشان خاطر نعرف نشتغل ونطلع الشغل زي ما هو طالع الحمد لله يعني. لا تجربه مهمه جدا. انت شايف حاجة. انت شايف يا عبد الله ان التجربه دي فعلا بتساعد الموهوبين واللي عندهم موهبه ومش عارف يوصل ازاي او يروح فين، فهي تجربه شرعيه جدا، قناه باينه قوي لانها تساعد الناس، لو كنت موهوب هتنجح في التجربه دي. بالظبط، هي بالنسبه لي انا هي ما خسرتنيش حاجه، هي بالعكس هي افادتني كتير. اول حاجه التجربه جديده على اي ممثل او اي موهوب هيخش يقدم في البرنامج في اي فئه. الشغل تحت ضغط دي حاجه، التمثيل بالذات تحت ضغط شيء صعب، بيبقى الموضوع ضغط على النفس. بتحلم تعمل ادوار ايه يعني؟ بتحلم تعمل ادوار ايه يا عبد الله؟ والله ادوار كتير، لسه قدامي كتير عشان اعرف احدد سؤال زي ده، لكن هي ادوار كتير نفسي اعملها واحققها، واتمنى من كل المشتركين الجداد في البرنامج ان هم يكملوا بشغف وبطاقه حلوه، لان البرنامج هيقدم لهم كتير وهيقدمهم لناس عمرها ما شافتهم. كمان من لجان التحكيم احنا بنسعى كتير ان احنا المخرجين والنجوم دول يشوفونا طبعا. البرنامج بيوفر لنا ان هو لا انا جبت لك الناس دي لحد عندك عشان توريهم موهبتك، صح، وتاخد تعليقاتهم وتاخد نصايحهم. يعني انت حسيت ان البرنامج خطوه اثرت عليك خطوات كتير؟ جدا جدا دي حقيقه. انا قبل البرنامج كنت حاجه، وقبل البرنامج وبعد البرنامج بقيت حاجه ثانيه، حتى لو كسبت قاعده جماهيريه بسيطه صغيره، بس فرقت معايا جدا وفرقت معايا في طاقتي ان انا اكمل مشواري في أكيد في المجال ده يعني. أكيد أنا هاخد من جملتك كمل مشوارك، البرنامج حطك على الطريق وإن شاء الله تكمل بموهبتك ومشوارك وتوصل لكل أهدافك اللي أنت عايزها. عبد الله عبد الغني أحد نجوم الموسم الأول من الدوم، ده اللي إحنا بنقوله مصر ولادة، وفكرة إنه يعني المتحدة بخدماتها الإعلامية، التفكير في إنه مش بس إن أنا أسعد الناس بتقديم برنامج، لا أنا أسعد كمان وساعد الموهوبين، وده من الفكر الإعلامي اللي موجود، اللي هو أخطط إزاي أوصل للمحافظات، إزاي يبقى الناس الموهوبة تقدر توصل هي كمان، لأنه أحيانا ممكن في ناس بيبقى عندها الموهبة بس تقولك أنا معرفش الطريق فين، معرفش أكلم مين، معرفش مين. فأعتقد برنامج ده زي ده هيقدر بجد يساعد ناس كتير موهوبة، وإحنا كمان نستمتع بأولادنا ونشوف النجاح والموهبة، موهبة غنى تمثيل تقديم، هيبقى في كمان فرصة حلوة ان احنا نعملها، لانه هي دي مصر موهوبة ومليانة حاجات كتيرة جدا. بعد الفاصل هيكون عندي لقاء حلو جدا، لقاء مع شاعرة كبيرة في مجال الأغاني، وشاعرة كبيرة بشكل كبير، قدمت الحقيقة في مشوارها حاجات كتير، قدمت كلام حلو يعني كلام يوصل للقلب، كلام يعني يعبر عنك، كلام ممكن يبقى في أغنية، يبقى في تتر، يبقى في فيلم، بتكتب وهي ما بتفكرش غير إن هي تقدم كلمة حلوة. يا ترى كلامها الحلو ده بدأ إزاي، وقف فين، نجح إزاي؟ ده اللي هعرفه من حواري مع الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى، وهتعرفوا قد إيه قدمت حاجات حلوة. حوار كده ثقافي غنائي جميل مع كوباية شاي سخنة، هنكمل الحوار الحلو مع الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى بعد قليل في التاسعة، أرجوكم عودوا إلينا. الكلمة وتأثير الكلمة، والكلمة تبدأ تكون شعر، هي كلمة يعني، كيف بقى يأتون أصحاب الكلمات؟ البداية بتبقى عاملة إزاي لما شاعر أو شاعرة كبيرة؟ بتبقى البداية من الصغر، بتبقى البداية من تأثر من العيلة، من الأصدقاء، إزاي بتبقى البداية عاملة إزاي؟ وعشان تقدم أغاني، خصوصا الأغاني اللي أحيانا كمان بتبقى جاية من فولكلور أو تراث، يعني معناها كمان أنت مش بس لازم تكتب، أنت لازم يكون عندك ثقافة كبيرة جدا وثقافة عامة علشان تأتي الكلمة في مكانها الحقيقي.
خلينا نكمل كلام مع الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى وهي في ضيافة التاسعة. مساء الخير. مساء الخير عليك يا استاذة. منورانا. ربنا يخليك. يعني بجد انا ببقى سعيدة جدا وعارفة كمية الاعمال. احنا عرضنا كده كليب لكن عارفة ان انت عندك اعمال كتير جدا اشتغلتي عليه. البداية كانت ازاي معاكي؟ كلمينا البداية خالص. يعني بداية ما اشتغلت ولا لا؟ يعني انا عارفة بداية ما اشتغلتي كان مع الرائع خير بشارة. لكن البداية انت ايه اللي خلاكي تبدأي تكتبيه وتروحي للشعر واللغة العربية انا هقول لك. هي البداية من وانا صغيرة خالص كانت مع الوجع. انا مولودة في حي شعبي فقير، حي الدرب الاحمر، وسط ناس كلهم بسطاء، كلهم بيعانوا. ده حي شعبي غني. غني الدرب الاحمر ده غني بالاثار طبعاً بالتاريخ وبالثقافه بس الناس بسيطه وحياتهم طبعاً. بسيطه وفيها معاناه. مع المعاناه بتاعت الناس اللي حواليا ومنهم اهلي، انا اتولد جوايا شعور بان انا عايزه اعمل حاجه. عايزه اعمل حاجه للناس دي، عايزه اخفف عنهم باي شيء ولو حتى بكلمه. فبدات اكتب يعني خاطري، احاسيسي، اللي عايزه اقوله لهم. وكبرت وكبرت معايا الحكايه لحد ما اتقابلتي مع المخرج الكبير خيري بشارة. كان في الفيلم بتاعه وعملتي اغاني الفيلم وبعد كده مع يسرى وجت الحراره اللي احنا شفناها، كانت اغنيه من ضمن اغاني الفيلم. البدايه كانت سهله معاكي خيري بشارة، كمان مخرج يعني دقيق وتفاصيل دقيق واستاذ كبير وحد طبعًا. وهو بيشتغل عمل دايما عنده يعني زي ما يكون فتح مختبر كده، هو عمال يجرب يجرب المشهد ده، يجرب الغنوة دي بالطريقة دي، لا ممكن لو بطريقة تانية احط لها تصور تاني يبقى افضل. فانا كنت معاه لمدة سنة كاملة بنعمل اغاني الفيلم. اي فكره كانت بتخطر على باله او بيبقى شايف ان هي مناسبه، اي تعديل بيعمله في السيناريو وبيغير في الغنوه انا كنت معاه. تعبت شويه بس كنت حابه التجربه وكنت حابه اشتغل معاه. وجودي معاه كان مفيد جدا لي الحقيقه يعني. طبعا اكيد، ودي بالذات اول تجربه. كانت اول تجربه. انت برضو عندك في مشوارك تجارب مهمه، يعني خيري بشارة، يوسف شاهين، ونشيد الامل، برضو دي تجربه كبيره. طبعا، مخرجين كتير بصراحه، موسيقيين كبار. يعني انا حظي كان حلو قوي، تعاملت مع اكبر الاساتذه في مجال الاخراج وكتابه السيناريو والموسيقى. يعني انا عايزه كده ببساطه اعرف منك ايه اللي كان بيشدهم للكلمه بتاعت كوثر مصطفى، خصوصا انه برضو الفتره دي كان فيها ناس كتير بتكتب حاجات كتير. كلمتي كانت مختلفه شويه. في ايه بقى؟ ايه اللي كان بيتقلك؟ يعني خيري بشارة أصله واقعي ويحب يبقى في وسط الناس ويعبر عن الناس، هل هو شاف فيكي أيضا الواقعية اللي انت جاية منها؟ هو حس بده وشافه، وشاف كمان ان انا حد حابة قوي اللي انا بعمله وعندي استعداد اتعب فيه للآخر. اي شاعر ممكن تطلبي منه حاجة عملها، طيب هي عجبتك، طب مش عجبكي، طب معلش بقى انا لا، اجرب معاه مرة واثنين وثلاثة لحد ما اقدم له كل اللي هو بيفكر فيه. كأن أنا جوه دماغه. وهو فعلا بدأ معايا الفيلم، بدأ من أغنية أساسا أنا مألفاها من قبل ما أقابله، اللي خلاه يختارني إنه لقى في كتابي حاجات أنا كاتباها قبل ما أقابله. فأنتي بتتعبي في شغلك ومن غير أي ملل أو ما يعني وأنتي مبسوطة بتعملي كده، فطبعا الناس كانت بتحب ده، كانت بترتاح معاه. طيب قولي لي بعد كده، يعني المخرج الكبير خيري بشارة عرفك على الفنان الكبير محمد منير. وانت تعرفتي، انا شايفه انه لقائك مع محمد منير كان في فتره، يعني فتره نضوج وتوهج شديد جدا لمحمد منير، وبيعمل فيها بينقل نقله كمان تانية يعني. وبالذات مع سويا سو وبقيه الاغاني اللي قدمتوها مع بعض. من قبلها حط الدبله حط الساعه. يعني الصبايا ومنير ليه تجربه، ليه مشروعه، ليه شكله، ليه اغنيته، ليه جمهوره الكبير. رحتي ازاي بقى لتجربه محمد منير دي؟ انا رحت مع خيري بشارة. لان منير كان بطل الفيلم اللي انا بكتب اغانيه، وتعرفت ساعتها عليه. وبعد كده لما الفيلم وقف وما كملش، انا اديت لمنير اغاني وسافرت.
رجعت لقيت منير منفذ اغنيه من الاغاني دي ومحتاج لي علشان اعمل له التنازل. عملت له التنازل وطلب مني اعمل له الغنوه الثانيه اللي هي العالي العالي يابا، عملتها. وبعد كده لما الاغاني نجحت، اغاني الالبوم الاول لما نجحت جدا واستوقفت الناس، طلبني بقى في الالبوم الثاني واستمرينا مع بعض. كان بيخلينا دايما نكمل ان احنا بننجح سوا. يعني ايه اللي خلاكي تدي فكره بالذات سويا سو لمنير؟ لان سويا سو فيها يعني الناس يمكن ما تعرفش قصتها، يعني دي يعني ده فولكلور المصريين وقت الانجليز، والناس اخذتها على انها اغنيه لطيفه وحكايات وروايات. لكن يعني هل هو طلب منك، ولا انت حسيتي انه مشروع منير يمشي مع الاغنيه دي؟ لا، هو الحقيقه منير اللي كان اللي اداني اللحن ده، منير اللي كان بيدور دايما على الحاجه اللي تناسب مشروعه. يعني اداكي اللحن فانت حطيتي عليه كلام واقتنع بيه؟ اقتنع بيه، لان انا كنت بتقولي في حوار من الحوارات ان منير متعب في التعامل معاه. هو منير متعب عشان منير حد كبير قوي وحد مهم جدا، واللي غنى معاهم قبلي اساتذه كبار قوي، فعشان انا اكون على قد المستوى ده واعمل غنوه تنجح مع محمد منير ده موضوع طبعا مش سهل. كان بيتعبني بس كنت بفرح لما بنجح. بتعبك ازاي بقى؟ مجهود ان مش بتكتب الغنوه مره واحده ابدا، بيغير. لا، يقول لك هو لا ساعات يغير، بس قبل انا ما اوصلها له اصلا انا نفسي بغير وبشتغل عليها كتير لحد ما برضى عنها تماما. لو هو بعد كده شاف اي ملاحظه طبعا بنفذ اللي هو بيقول عليه، لان معظم ملاحظات محمد منير في الصميم يعني. استاذ، ايه الحاجات اللي كنت حاسه دي تعجبه قوي ودي ما تعجبوش خالص؟ يعني منير حريص كمان على انه يقدم فولكلور كتير، انت عامله حاجتين ثلاثه فولكلور معاه. في ثلاث حاجات فولكلور، دول ثلاث الحان او اربعه، اكتر اربع حاجات، دول اربع الحان كانوا عنده هو اداهم لي عشان اكتبهم. فانا بس دول التزمت. الحان انت حطيتي الكلام اللي جاي من الفولكلور، ازاي اقنعتيه بيه؟ هو اقتنع لان الكلام حلو عجبه. الكلام عجبه، يعني انا قاريه دماغه وانا عارفه هو بيفكر ازاي وعارفه مستواه كويس. ما اقدرش اقدم له حاجه هزيله ولا حاجه مش قويه، لازم دايما بختار اقوى ما عندي. كنت بتبقي قلقانه لما بينزل البوم بقى لمنير وعايز تعرفي اغانيكي هتعمل ايه بالظبط؟ طبعا طبعا كنت ببقى قلقانه. تحضري تصوير يعني سويا سو اللي شفناها على الشاشه، حضرتي تصويرها؟ لا، ما حضرتش التصوير. يعني ممكن احضر تسجيل بس التصوير لا. انا بسلم الغنوه لمنير، ومنير قائد كبير طبعا. منير قائد كبير أنا اكيد، وانا طبعا مطمنه لاي نتيجه بتطلع معايا. طيب، يعني نقله برضو تانية ومهمه جدا، بكار. يعني اعتقد انه بكار ده يعني كل بيت مصري كان بيستناه مع اولاده. انا شخصيا ربيت بنتي على بكار، يعني كنت عايزاها دايما تحس انه عندنا الولد الاسمر والحاجات الحلوه. تعالي كده كلنا نرجع نشوف بكار ونرجع نكمل كلامنا مع الشاعره الكبيره كوثر مصطفى. بكار في حد ذاته برضو الاختيار، الكلمات والشخصيه وصوت منير، يعني الافكار جت ازاي كده مع هي الشخصيه اختارتها الدكتوره منى ابو النصر طبعا، وحتى اسم بكار هي اللي مختاراه. وهي كانت بتعمل فيلم قصير عن طفل جنوبي، وطلبت من منير يعمل غنوه في الفيلم، ومنير طلب مني او رشحني ان انا اكتبها، وقريت سيناريو الفيلم وكتبت الاغنيه. لما الفيلم نجح واخد جايزه، الدكتوره منى قررت انها تحول الفيلم لمسلسل. فخدوا الغنوه خلوها تتر نهايه وطلبوا تتر بدايه. فعملت تتر البدايه ونزل المسلسل بقى بالاغنيتين، تتر بدايه وتتر نهايه. يعني ده كان الاساس. ده كان الاساس، وانا يعني رسمت صوره الطفل الجنوبي اللي كلنا نحب ان احنا نشوف الطفل المصري كده كانه هو النموذج. والحمد لله هو مازال نموذج لحد النهارده. يعني شخصيه كلنا الحقيقه نفسنا يفضل بكار كده المصري ده يبقى موجود طول الوقت. يعني الحمد لله نجحت فيها، الحمد لله. صوت منير طبعا، صوت منير كمان كان، وموسيقى الاستاذ عمرو ابو زكريا طبعا. يعني كمان جميل. عندك تجارب بقى كتيره جدا كمان مختلفه. يعني اولا الاول كلميني عن تجربتك مع المخرج الكبير يوسف شاهين. كانت اغنيه لسه الاغاني ممكنه، ودي اللي رشحني ليها طبعاً. فيلم المصير. الكينج محمد منير هو اللي رشحني لشاهين، وهو اللي اخذني ليه، وشاهين شاف ورقي وعرف انا بكتب ازاي ووافق على ان اكتب.
وبدأت عملت كذا تجربة وكذا تصور يعني لحد ما وصلنا للنسخة الأخيرة اللي هي لسه الأغاني ممكنة، والحمد لله وافق عليها وعجبت كمال الطريق. بقت حكمة جداً. حياتنا يعني أي حد عنده مشاكل يقول لك لسه الأغاني ممكنة. عندك اختلاف في آراء لسه الأغاني ممكنة. الحمد يعني لله. هي بقت يعني مثل كبير يعني. الحمد لله الحمد لله، توفيق من ربنا، فضل ونعمة الحمد لله. وجودك كمان إنه يعني كلماتك كانت بتروح لتترات مسلسلات كمان مهمة. يعني ليها معنى. بتتعاملي ازاي مع السيناريو ولا مع المخرج ولا الابطال، ولا بتبقي مجرد بتكتبي تتر بس الحدوته كذا؟ لا، ما هو عشان تكتبي اي تتر لاي عمل درامي سواء كان فيلم او مسلسل انت لازم تقري العمل، ولازم تاخدي فكره كويسه قوي عنه، ولازم تبقي عارفه الفكره الرئيسيه اللي هو بيدور حواليها ايه، ايه الرساله اللي عايز يقدمها، والغنوه بتبقى هي رساله العمل سواء كان فيلم او كان مسلسل. ايه اكتر التترات اللي انت كنتي سعيده بيها؟ يعني حسيتي ان هي مبسوطة بنجاحها؟ يعني اكيد انت مبسوطة بكل اللي عملتيه، بس دايما يبقى في حاجات الواحد مبسوط منها اكتر. من اكتر التترات اللي فرحتني بجد وما زالت مفرحاني لحد النهاردة بكار، طبعا طبعا اغاني بكار. في اماكن في القلب مع الاستاذ نادر جلال، طبعا طبعا. في مع خيري بشارة قلب حبيبة، ايوه. في برضو تترات حارة العوانس، في مع الدكتور عصام الشماع باب حارتنا اتفتح نافذة على العالم. لا في تترات كتير، وبرضو غنهولي محمد منير باب حارتنا اتفتح، كان تتر جميل جدا، موسيقى مودي الإمام. طب أنا مستغربة حاجة الحقيقة، يعني أنت وجودك مع كل الأسماء الكبيرة، لكن في الغنى يعني تجربتك الأكبر مع الفنان محمد منير أو كينج، ما راحتش مع مطربين تانيين؟ لا أنا رحت مع مطربين تانيين بس في حدود ضيقة، وكان برضو عمل درامية. لكن يعني مش غنى، مش ألبومات، مش في الشعر الغنائي زي. لا مش في الشعر. إيه السبب يعني؟ أنا شاطرة في كتابة الأغنية الدرامية. يعني دي إمكانية عندي. أنا بكتب أغنية درامية حلوة منبثقة من مشهد. ببقى قادرة أفهم العمل وفاهمة عايزة أفهم المخرج عايز يقول إيه والمؤلف عايز يقول إيه، وبقدر أجسد الفكرة اللي هم عايزين يقولوها. كنت مبسوطة لما شفتي مشهد جنازة الشهيد محمد مبروك في الاختيار، وكان بصوت محمد منير ومن كلماتك؟ طبعا انا كنت مبسوطه، بس كنت زعلانه برضو لان الموقف كان مأساوي قوي. طبعا وحقيقي طبعا. طبعا اغنيه زف الشهيد من الاغاني برضو الاخيره اللي انا بحبها جدا مع الفنان محمد منير. انا سمعت لك تعليق واستغربته قوي، اللي هو سمعت لك تعليق بتقولي فيه انا المهم عندي اكتب سواء دلوقتي يتنشر او بعد ما اموت، ربنا يديك الصحه وطول العمر. ايه ايه اللي وداكي لكده؟ يعني اللي هي فكره انه تبقى الكتابه موجوده، تبقى الكلمه موجوده وهي الابقى والاطول عمرا مننا احنا. طبعا كأشخاص. هي دايما كده، وبعدين احنا في الفتره الاخيره شويه بدا السوق يختلف وطريقه الانتاج تختلف، والاعمال الدراميه اللي كانت يعني مكان ومنفذ لكتاب كتير مش انا بس، بدأت تقل قوي، أو بدأ يدخل يشتغل عليها جيل جديد وناس مختلفة تماما، مخرج مختلف وكاتب مختلف. هل أنت حاسة أنك مظلومة شوية أنه عدم يعني مفيش تسويق، أن الجيل الجديد مش كلهم عارفينك، أو ما حدش قدمك زي المجهود اللي اتبذل مثلا زي مخرج كبير زي خيري بشارة عارفك، قدمك لمنير، منير قدمك ليوسف شاهين؟ يعني بصي هي السلسلة اللي حصلت كلها معاكي. الحالة كلها اختلفت، ومش أنا بس اللي حاسة بالظلم أو حاسة لا، ده يمكن جيلنا كله أو معظمه. موسيقيين كتير في نفس الحالة اللي أنا فيها، وشعراء كتير في نفس الحالة اللي أنا فيها. الشغل عموما قل قوي، وبقى الجيل الجديد هو عايز يشتغل مع بعض، وما هو برضو عارفة توافق أفكار. بس الكلمة عمرها ما بيبقى لها سن. ما هي يعني الكلمة ما لهاش سن، بس هو كل حد بيحب يشتغل مع حد قريب منه. طب أنا سمعت إنه في تعاون جديد بينك وبين الفنان محمد منير قريبا. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب بإذن الله. إن شاء في الله حاجة قريبة؟ إن شاء الله ربنا يديله الصحة يا رب ويخليه لنا. إن شاء الله في حاجة قريب يا رب. أنا عايزة أعرف الكتاب اللي معاكي ده، عايزة تقولي لي حاجة منه؟ لا، الكتاب اللي معايا ده بيضم مجموعة الأغاني اللي أنا كتبتها وتم تنفيذها. اللي تم تنفيذها بس. اللي تم تنفيذها بس. ده ديوان لسه الأغاني ممكنة. أنت سميتيه باسم أحد الأغاني بتاعتك. هو إصدارات الهيئة العامة للكتاب السنة اللي فاتت، وفي معظم الأغاني، وأنا هو دايما بيكون معايا في اللقاءات، لأن ساعات ببقى أنت عارفة في أغاني عمرها عدى 25 سنة.
فانا ببقى مش فاكراها قوي عشان لو احتجت ابص فيه يعني. طب انا عايزه اقول يعني كوثر مصطفى بنت مصر، بنت الدرب الاحمر، يعني اللي هي بنت الأحي الشعبي الأصيل، الشهامة، الأخلاق، المحبة، التكاتف، كل الحاجات الحلوة دي. لو بتكتبي حاجة دلوقتي عايزة تكتبي عن إيه وعن مين وتقولي إيه؟ هل أنت كاتبة حاجة بس لم تنشر؟ لم تنشر كذا حاجة للناس البسطة، ممكن أقول لهم ما تشدوا قوس الربابة وتعالى نسهر نغني، رب الحمول التقيلة يحملها عنك وعني، مولاها مولاها يتولاها على كل شكل ولون، مولاها مولاها يتولاها رب العباد والكون، تبات في دي أو همك بالدمع مال عنيك، وتصحى تلقى ربك مسويها من حواليك، ما تشد قوس الربابة وتعالى نسهر نغني، والحكمة متسطرة جربها ناس غيرك، قدي ما تجري لحلمك حلمك كمان يجري لك، قدي ما تتعب تلقى رب الوجود يديلك، ده كل خطوة قدم بتقربك من شيء، وكل نقطة عرق بتفك ضيق في طريق، ما تشد قوس الربابة وتعالى نسهر نغني، رب الحمول التقيلة يحملها عنك وعني. جميلة. ما تشد قوس الربابة مولاها يتولاها كمان. الأغنية دي ما حدش خدها؟ لا لسه. دي أغنية جميلة ولايقة علينا ولايقة على حياتنا ولايقة على وضعنا للظروف اللي احنا. طب خلينا ناخد من العزيزة كوثر مصطفى ما تشد قوس الربابة مولاها يتولاها. حقيقي لو كنا في ضيق أو شدة مولاها يتولاها. معقولة شاعرة كبيرة زي كوثر مصطفى بالكلام الحلو الجميل الراقي ده تبقى القصيدة ملهاش صاحب؟ مولاها يتولى. هكمل معاكم بعد الفاصل. أغنية من فيلم توت عنخ آمون. بجد أنا ببقى سعيدة لما يبقى عندنا فرصة حضراتكم تتابعوا حوار مع شاعرة جميلة بسيطة بس عميقة في كتابتها، وبزعل قوي لما تبقى حاسة ان كلامها ما بقاش واصل. اكيد احنا لينا دور طول الوقت، لينا دور ان احنا نوصل، وذات الناس اللي بتقدم كلام حلو، لانه احنا محتاجين الكلام الحلو ده. فانا برجع ليكي تاني، والاغنية دي من الاغنيات الحلوة اللي كان منير قدمها. خليني ارجع برضو لسه الكلمات بتاعه مولاها يتولاها دي مأثره عليا، والاغنيه دي تحديدا شد قوس الربابه مولاها يتولاها، دي اغنيه تبقى بديعه عن مصر ان شاء الله ربنا. جميله يا رب. يعني نفسي بس حد من الساده الملحنين والساده المطربين ينتبه للكلام الحلو الراقي ده اللي احنا محتاجينه، ويخلينا كده يعني احنا في برضو لما بيكون كده مصريين بالغنى بيشد الهمم. طبعا. صح؟ طبعا. شد الهمة كده احيانا. طبعا طبعا. طيب ليه عايزة دور خطير. ليه دور كبير طبعاً. الحقيقة عايزة ارجع تاني، عملتي شغل حلوة قوي مع طبعا الصوت الجميل المطربة ريهام عبد الحكيم. عملنا اغاني فيلم انت عمري، هي الحياة كده ليه ومركب ورق. أيوة. وعملنا أخيرا تتر فينال فيلم ليلة العيد بطولة. أيوة. يسرى، وإخراج الأستاذ سامي عبد العزيز وتأليف الأستاذ أحمد عبد الله، وهو هي لحن الأستاذ أكرم مراد وتوزيع باسم منير. دي إن شاء الله الغنوة دي هنشوفها مع فيلم ليلة العيد لما ينزل بإذن الله قريب قوي. طيب عايزة تقولي لنا إيه؟ مركب ورق؟ ممكن مركب ورق من فيلم أنت عمري نسمعها منك. مركب ورق في البحر والبحر قلبه كبير، مركب ورق قلبي بتعاند المقادير، موج يشيلها لفوق وموج يطوحها، شطوط بتحضنها وشطوط بتجرحها، والبحر بجلاله كتير ما بيسعهاش، مركب ورق قلبي وأوان فرحها مجاش، مركب ورق قلبها داب العهد كسر ولسه بتاخد من الشطوط وتوصل،
ولسه الحل ولسه القلب متشعلق في حلم جميل. الله، وصوت كمان ريهام عبد الحكيم بينقل كل الحاجات دي بشكل كبير. ما حصلش ما بينك وما بين حد انك تكتبي مثلا مسرحيه غنائيه؟ لان كتاباتك تمشي جدا على كتابات المسرح. فاكره مثلا الملك والملك اللي قدمها محمد منير وهذه النوعيه، ده ما حصلش؟ لا، حصل كتير. انا اول تجارب ليا وقبل ما اكتب مع محمد منير اصلا كانت ليا 3 تجارب في المسرح، منهم مخدة الكحل لو تفتكريها. طبعا طبعا، وده عرض نجح جدا الحمد لله. جدا جدا. وانا مش كنت كاتبه الاغاني بس، كنت كاتبه حوار العرض. وقبله كان في عرض ترنيمه وعرض الدربوكة، وبعد كده عملت ناس النهر واولاد الغضب والحب بس انا واحنا وظروفنا. انت ممكن تعملي حاجه اكبر كمان غنائيه؟ انا بعمل أكتر دلوقتي فعلا عرض كامل، يعني بتجربه شويه مختلفه. يعني كلمينا عنها. يعني انا بكتب كل المشاكل اللي ممكن تتعرض لها المراه المبدعه. المراه المبدعه في مجتمعاتنا عموما هي تركيبه خاصه. هي تركيبه خاصه، ما تحسهاش زي الناس العاديه، بتبقى شويه محتاجه لمعامله خاصه، شويه هي مش مفهومه بالنسبه لناس كتير. ايوه. تصرفات ليها، احتياجات ليها. احتياجها ان هي محتاجه تقعد تتفرغ لكتابتها، تبقى مع نفسها لوحدها شويه خصوصيه يعني. أيوة. مشاكل كتير، كل المشاكل دي انا جمعتها في 7 لوحات بتمثل 7 مشاكل مهمه جدا من حياه المراه، مش بس كمبدعه والمراه عموما كمان. معموله بشكل احنا مع الاغاني ومع الحكي ومع التمثيل. ده مسرح؟ هيبقى مسرح؟ ومع الرقص، ففي كل العناصر الفنيه متدفره مع بعضها. يعني اذا هو عمل هيقدم للمراه بشكل عام، يعني عن المراه هو بيعالج او بيناقش مشاكل وقضايا المراه. ايوه، بنسبه كبيره المبدعه المختلفه. المراه المميزه يعني. لانه المراه المبدعه اللي هو يعني معاناتها، حد بس يديها فرصه علشان تكمل ابداعها. معاناتها يعني ضعف معاناة المرأة العادية. يعني هي خاصة شوية، بتبقى محتاجة لظروف خاصة والمجتمع ما يسمحش بده في معظم الأحيان يعني. فبتضطر تدفع ثمن أو تعمل تضحيات كبيرة يعني عشان تواصل إذا كانت كاتبة أو ممثلة. هل هنا بتقصدي المجتمع حتى عائلتها وأهلها وناسها ومسؤوليات المرأة بشكل عام؟ أيوة، مسؤولياتها. المسؤوليات المرأة عموما هي كتير عليها وعبء عليها ومستاهلة، وانت عارفة طبعًا. المرأة الشرقية والعربية أو المصرية بالذات هي بتعاني قد إيه أو إيش قد إيش الحمول. طبعا انا كمان ما بحبش فكره انه على طول احيانا يتم تصدير وكان المراه ضعيفه. لا، هي مش ضعيفه، بالعكس قويه جدا، بدليل انها مع كل الضغوط كل اللي قدامها بانه لا هكمل، لا هعافر، مع كل الضغوط دي انا البطلات عندي في الاخر بينتصروا. طبعا بينتصروا. بينتصروا. شبهك شويه؟ يعني جايز الكتابه شبهك شويه؟ طبعا طبعا. ونفس الفيلم اللي انا عملت التتر الفينال بتاعه بتاع الاستاذ احمد عبد الله بيناقش برضو قضايا المراه ومشاكلها، بس هو واخدها من زاويه تانية بقى خالص، غير يعني مختلف. فاذا هننتظر عمل ابداع في عمل مسرحي ان شاء الله باسم المراه إن شاء الله. عشان يشبه لك، فانا هوريكي كمان اغنيه منير يشبه لك، ولسه بترن في وداني قوس الربابة اتولاها. يا ريتني كنت جيت لك من زمان، كان زمان الاغنيه اتغنت. ان شاء الله تعملها. اغاني منير، اغاني منير دايما يعني الحقيقه ما بنسمعه بشكل عام، هو منير حاله يعني، او الكينج طبعًا. محمد منير حاله. فلما بنسمعه ما بنبقاش عارفين هو بيغني للحبيبه ولا بيغني لمصر. يعني دايما يختلط عليكي، لانه منير صوته ينفع وكأن أغانيه الرومانسية وكأنها عشقا في مصر طبعا. وأحيانا ممكن تكون اللي هي أغاني رومانسية الحبيب للحبيبة. عندك هنا في الأغنية في علشان يضمك هنا برضو كان حصل جدل وقتها على الأغنية دي. هنا هو بيغني للحبيبة وبرضو في ريحة الوطن في ريحة الوطن يعني. دايما موجودة هي عند منير. بس هو اكتر كان بيغنيها لحبيبته في الفيلم. كان بيغنيها لحبيبته. كان نفسي انور لك قمري
كان نفسي انور لك قمري واعمل لك بايديا الشاي واحكي لك في الليل حكاياتي واستنى وياك الجاي. كان نفسي اضمك وبقوه، كان نفسي اضمك وبقوه، اضمك انت مش هو، مش قادره. طب انا عايزه رايك بصراحه، اتفضلي. يعني الكتابات اللي كلها رقي ورومانسيه، حاسه ان الزمن اكلها؟ احنا السوشيال ميديا وزحمه واصوات وحاجات خارج المألوف وبره المألوف وخارج الصندوق وبره الصندوق، وفي دوشه كتير حوالينا، حاسه انه الكلمه الراقيه العاميه او الكلمه اللي موجوده في الشعر الغنائي او الكلمه المعبره او بساطه اللغه المغناه تاهت في الزحمه؟ هو في زحمه جديده وفي تغير في معطيات كتير قوي، يعني كل الاليات اللي كنا بننتج بيها اغنيه زمان اختلفت. كان زمان في فريق عمل كبير، مؤلف اغنيه وملحن وموزع ومنتج بس لغايه دلوقتي في ده احنا بالعكس احنا عندنا الحته التقنيه عاليه جدا، لا توزيع والالحان دي عاليه جدا. انا هقول لك اللي حصل، لا هو حصل اختلاف كبير. دلوقتي بقى التكنولوجيا سهلت على اي حد ان هو يقعد يلحن ويوزع، ومش بعيد يالف كمان ويغني ويصور الاغنيه بالتليفون في بيته. ايوه صح، ويحط اي كلام وخلاص. ويحط اي كلام وخلاص، فالدنيا من كتر ما بقت سهله واعتمدت على التصنيع اكتر والتكنولوجيا اكتر، بقت في حاله سخف، يعني في حاله كده او عشوائيه. ما انتش عارفه مين بيغني ايه امتى ولا ليه. هل انت تبقي مع فكره احياء التراث سيد الرئيس في احتفالات سوهاج وهو بيكلم المطرب الفاشني وائل الفاشني وقال انه الاغاني دي لازم تعاد، والاغاني دي ده مشروع كبير، والاغاني المهمه واغاني التراث واغاني الفولكلور، مشروع زي ده انت لو هتبقي موجوده فيه تعملي ايه؟ هعمل فيه، هطور الفولكلور وهقويه وهحافظ عليه وهبني فوقيه. اصله هو التعامل مع الفولكلور والادب الشعبي اما نستخدمه هنقوله النهارده، نقوله بنفس روحه بنفس معطياته بس اطوره. ايوه زي ما عملتي سويا سو وهي فكره عن اللي حصل لمصر والانجليز والعالي العالي يابا، لما نيجي نشتغل لازم نضيف له لمستنا كجيل كمبدعين، لمسه الجيل اللي موجوده. انما ما نجيبوش كما هو، كما هو ده شغل المركز التراث يجمعه. أيوة. كما هو طبعا، لكن لازم أنا طبعا لازم يكون في بصمه الزمن، يعني لازم أكيد. اطور الوقت معاكي جميل، ربنا يخليك، وانا لسه هشد القوس ويتولاها مولاها ربنا يخليك. لكن هتختمي كده بمقطع صغير علشان نودعك بيه في التاسعه، تقولي ايه؟ صغير قوي. طيب اختم بمقطع صغير. فص زمر وتفص ياقوت، جرح يعلم جرح يفوت، سر الدنيا سحر الدنيا، ناس في شوارع ناس في بيوت، طعم الدنيا طعم السكر، طعم المر وطعم الآه، طعم الدنيا ضحكة تكركر، حلم جميل وبنجري وراه، حلم بيندح حلم جديد واحنا بنجري ورا الأيام، فص زمر وتفص ياقوت. الله، أنا بشكرك جدا وأتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله نسمع لك دايما حاجات حلوة وتفضل الكلمة الراقية باقية. بشكرك جدا، ربنا يخليك، ميرسي جدا، بشكرك قوي، ميرسي ليكي. مشاهدينا كده انتهى وقتنا في التاسعة، لكن لو الختام النهاردة بإنه الكلمة الراقية تفضل باقية، لا هتفضل باقية، لأنه مصر دي كنز من الكنوز، مش ممكن حتى لا شعرها ولا فنها ولا قوتها غير إن هي تفضل باقية مهما كان الزمن، صعود وهبوط، مصر باقية بقوتها وبفنها وبكنوزها. وقتنا انتهى، ألقاكم أنا الأسبوع الجاي يوم الخميس بإذن الله، غدا يتجدد اللقاء مع التاسعة، تصبحوا على ألف خير.